اهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد في العدسه الجريئه في الخليج الرقميه الفيسبوك. احنا النهارده في وورلد تريد سنتر او مركز دبي التجاري العالمي، وموجودين احنا النهارده في معرض عالم الجمال الشرق الاوسط 2022. احنا النهارده قدام متجر الشيخ محمد سعيد للعطور، مخصص للعطور. انا عايزه اقول لكم حاجه، المتجر ده بقاله 68 سنه في السوق، وهو مش بس بيبيع، هو كمان بيصنع العطور. فهو بيصنع العطور وبيبيع العطور وقديم جدا في السوق من اكتر من 68 سنه. هناخدكم في جوله ونفرجكم فيها على معظم العطور اللي بيقدمها المتجر. تقدروا تيجي، هقول لكم مكانه قبل بس ما نبتدي. هو في هول 4 في رودها 4. اول ما تدخل من الباب هو تدخل شمال على طول في رودها رقم 4. خلونا ننتقل ونتفرج على كل البرودكتس اللي بيقدموها مع بعض. معرض عالم الجمال الشرق الاوسط 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. تقدروا تيجوا جماعه، النهارده اخر يوم، تقدروا تيجوا تتفرجوا متجر الشيخ محمد سعيد للعطور. خلونا نلقي نظره على العطور. على فكره مش بس بيقدموا عطور عربيه، هم بيقدموا عطور عربيه وكمان عطور فرنش. خلونا نتفرج كده. عندهم منتجات كتيرة ومتنوعة عشان تناسب كل الأذواق. عايز اقول لكم حاجه، مش بيقولوا انه كل بني ادم ليه بصمه؟ البصمه مش بس بصمه الاصابع، لكن كمان العطور ممكن تبقى بصمه لما تدخل اي مكان تتعرف من القطر بتاعك. مكان مزدحم كلهم اتفرجوا على العطور اخر يوم. هما موجودين من اكتر من 68 سنة في السوق وبيصنعوا كمان العطور. Can you show us the button? Enjoying? Help me one more.
العطور مش بس للنساء لكن ايضا في عطور كتيره للرجال مختلف انواعها. موجودين في السوق من 1954، ده تاريخ كبير في عالم العطور. شيخ محمد سعيد جروب اوف كومبانيز، مجموعة شركات شيخ محمد سعيد. طبعا عندهم فروع كتيرة جدا في دولة الامارات العربية المتحدة، منها في دبي ومنها في الشارقة، وكمان عندهم في اماكن متنوعة زي مثلا موجود المين برانش، الفرع الاساسي بتاعهم هو في دبي، وكمان موجود عندهم فرع في ديرة، في ديرة دبي، وفي جولد سوق في سوق الذهب في دبي، موجود في الهنيدي برفيومز، وكمان تبعهم تقدروا تروحوا وتتفرجوا هناك. الهنيدي برفيومز في الشرق، في حلوان، في منطقة حلوان تقدروا تروحوا. كمان عندهم فروع في أبو ظبي وفي الفجيرة. أبو ظبي موجود شيخ محمد سعيد في منطقة الخالدية في أبو ظبي، وكمان الهنيدي برفيوم ده اسم المتجر اللي تابع ليهم في دبة في الفجيرة. فهم سهلوا عليكم المشوار، وفي أي إمارة تقدروا تروحوا تتفرجوا على كل المنتجات اللي عندهم. عايزه كمان اقول لكم ان الجزء اللي احنا عرضناه ده هو الفرنش بيرفيومز، العطور الفرنسيه، لكن كمان هم عندهم جزء كبير قوي من العطور العربي لكل اللي بيحب العود والروائح العربيه، هنبقى بنتفرج عليها. البوستر ده بيوضح التاريخ الشركة الكبير. من 1954 ابتدوا 1954، بقالهم 68 سنة في عالم العطور. واول فرع ليهم كان في منطقه ديره في دبي، ده اول فرع هم افتتحوه. خلونا نتفرج على الصور زمان، ده اول متجر ليهم افتتحوه في سوق القبيل في منطقه ديره في دبي. خلونا ننتقل للجزء العربي، بيعرضوا هنا البرفانات العربي لكل اللي بيحب الروائح العربي. وحتى اسامي العطور باللغه العربيه. كل كمان اللي بيحب البخور والروائح العربية، في لو نزلنا تحت، هننزل تحت دلوقتي، عندهم بخور بروائح عربية بمختلف روائح، تقدروا تيجوا تجربوهم كلهم.
هو مكان كبير وفيه كل اللي ممكن تتخيلوه. ده شكل كمان علب البخور اللي متوفرة عندهم، شكلها فاخر من الداخل، تقدروا تشوفوا، ومتغلفة ومكتوب عليها الاسم، يعني تقدر تيجي لو عجبك نوع تيجي تجربه. ده مثال العلب بتاعة البخور. خلونا نكمل كمان ونتفرج على الباقي. Yes, of course. So we'll be with the boss on Wednesday. خلونا نكمل واحنا نتفرج. التغليف آخر. خلونا نشوف. شوفي أنواع عطور من 1954 موجودة عندهم لحد دلوقتي. تقدروا تيجوا وتجربوا البرفيومز على ملابسكم، وتجربوا وتشوفوا هيقعد قد ايه، والريحة جميلة ازاي. حتى الناس اللي معاكم يقدروا يشوفوا قد ايه الريحة جميلة وثابتة وتقعدوا قد كبير. تقدروا تيجوا وتجربوا في اي وقت اي نوع من المنتجات اللي احنا وريناها لكم. وحابه كمان اقول لكم ان السي اي او بتاع المكان هنا وبتاع الجروب ده موجود، وهنبقى بنسلم عليه سلام سريع. استاذ محمد علي سعيد الشيخ، هنبقى بنشاور بنسلم عليه بعد قليل. هو السي اي او بتاع الشركه أو الكمبيوتر. حابة أوريكم كمان الكولكشن بتاع العود اللي هم بيقدموه المميز عندهم. روايح عود مميزة تقدروا تيجوا تجربوها. أربع أنواع من نفس الكولكشن عود. علشان المتجر مليان بالناس ومزدحم، علشان النهارده اخر يوم في المعرض، فمش عارفين قوي نتكلم مع السي اي او الاستاذ محمد علي سعيد الشيخ. فممكن هنبقى بنتحرك
نبقى بناخد صورة. ماشي ولا ايه؟ استاذ محمد علي سعيد الشيخ هو السي اي او للمكان. مستر الشيخ محمد عبد الخير وفي جلدي وفي جلدي وفي What's up, Daniel? This one? Bernard Dimitri. Huh? Bernard, this is what happened. What you mentioned here? Gibran or Dimitri? Oh, sorry, Flipkart. Gibran. Wow. This is a problem. There is more to mention. No, no, you showed me part. There's nothing mentioned. What is the name of the deodorant body spray? بعدين الحمد لله عندنا المشترين من في دبي ومن البره. ناس كتير عارفين عنكم وليكم تاريخ كبير. ايه الحمد لله متواجدين بقوه في المعرض. ايه شكرا ليك. انا بشتغل معاه من 35 سنه 35 years. دي قصه ياس. وسعيد طبعا والده هو اللي اسس العطور في العراق. شيخ سعيد هو استبلش لكيفه السلطان. يبقى زي ما كلمنا وزي ما وريناكم المكان ليه تاريخ كبير جدا بقالهم 68 سنة في المكان. فإنك تلاقي جودة وفي نفس الوقت أسعار كويسة هم حققوها وهم حققوا المعادلة دي تقدر تيجي وتتفرج وتجرب كل العطور وتشوف الأنسب ليك سواء عطور فرنش يعني عطور فرنسية أو العود وتقدر تلاقي كل اللي نفسك فيه. شكرا.